لو الحكاية فيها إن فيجو هو المشروع كويس بصراحة، وممكن الحجز ده ممكن لي أنا والأولاد برضو، بس هي الأسعار غالية بصراحة. لا يعني يبقى في تخفيض شوية، الأسعار كده كتيرة جدا، الأسعار غالية. طب وإيه رأيك في التقسيط اللي هم عاملينه؟ هو نظام التقسيط كويس، نظام التقسيط كويس، وكان في مميزات كتيرة، بس الموقع طبعا ما نعرفش لسه فين ولا المكان هيبقى فين. جايبين كراسة الشروط وهنعرف بقى كل حاجة إن شاء الله. الأسعار مش متوسطة داخل يعني، وبعدين هم حيرونا يعني بصراحة كذا مرة، وبعدين يعني يا ريت يعني يبقى ثمن الوحدة كله يتغطى تمويل عقاري. في وحدات هيعدي ثمنها 500 مثلا 50,000، ليه مثلا يعني المقدم لو هيبقى 120 مثلا اكتر او اقل، ليه الباقي ما يتغطاش تمويل عقاري ويدفع مثلا في حدود ال 40% من المرتب، ويجيب يعني اللي هيحجز يجيب ما يثبت ذلك. ليه يبقى هم محددينها مثلا ان اربع سنين اقساط ربع سنوي؟ طب ما هو كده برضو يعني مش كل الناس معايا، مش كل الناس معايا المبلغ ده، لكن يعني كتير قوي من الناس ممكن تقدر تدبر القسط. يعني انا ممكن اتنازل عن جزء من مرتبي، لكن انا مش هقدر ادبر القسط ربع سنه. هو يعتبر مشروع جيد بالنسبه لانه بيخاطب شريحه اللي هي طبقه متوسطه في المجتمع، واعتقد يعني بالصوره دي ممكن انه يساهم في سد جزء من السوق العقاريه الموجوده، وخاصة بالنسبة لهذه الشريحة، لأن هذه الشريحة طبعا السكان المتوسط يعتبر في مصر يعني أسعار مرتفعة جدا بالنسبة لنا كشريحة طبقة متوسطة. فإنه وجود أو نزول الوزارة بالإسكان المتوسط لقطب الشريحة دي من سنوات عديدة كانت محرومة منها، فأعتقد ممكن يعمل نوع من التوازن في سوق الإسكان، يعني حتى ممكن يعكس إيجابيا على أسعار القطاع الخاص بالنسبة للإسكان المتوسط، وبالتالي ممكن يحصل نوع من التوازن في السوق مستقبلا ان شاء الله اذا تم. طبعا الاسعار يعني لا اخفى عليك ان هي اسعار يعني مرتفعه بعض الشيء. الاسعار غاليه برضه نفس الاسعار العاديه يعني هي في السوق. طب والمواقع ايه رايك؟ ربنا يسهل. كالاتي، اني انا هدفع 25,000 بعد ما اعمل الكراسه المومتين، تمام كده؟ بعد ما اخدها لو طلعت في القرعه، بعد ما ادفع ال 25,000 على ما تطلع القرعه هدفع 55,000 كده، انا دفعت خلال 40 يوم 80,000 جنيه، تمام؟ هاجي هيعمل لي تمويل عقاري على مفردات مرتبي. دلوقتي مفردات مرتبي كام؟ هنقول مثلا ال 40% فيها 1,600 جنيه، ال 1,600 جنيه دول هيعمل لي بيهم قرض من البنك، هيقطعوا كام؟ 100,000 جنيه، هيسدوه. انا سدده من ثمن الوحده كام؟ اربع سنين الشقه دي هتعدي 180,000 جنيه، هي اخرها كام؟ 400,200. يبقى انا المطلوب مني قبل ما استلم الوحده خلاص ادفع 220,000 جنيه كاش، ودوت لمتوسط الدخل. انا متوسط دخلي يجيب في خلال سنه 400,000 جنيه.